جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. غير مسؤول باعتبار كونه احنا الناس معناها بالنسبه لنا نلتزموا بالقوانين ونلتزموا بدستور البلاد. بالنسبه لنا احنا كمنظمه عريقه، والمنظمه هذه هي اللي فهمتني كان عندها دور باش فهمتني ولا معناها الاستعمار فهمتني ولا معناها دحرته، كان عندها دور فهمتني ولا على اساس فهمتني ولا في بناء الدوله الحديثه، كان عندها دور الثوره فهمتني ولا انطلقت المسيرات من دور الاتحاد العام، من دور الاتحادات الجهويه. بالنسبه لنا احنا رانا من معناها كيف نجيو نعملوا اضراب، ماناش ناس فوضويين، احنا عملنا معناها مفاوضات، والمفاوضات افضت الى اتفاقيات. الطرف المقابل انا فهمتني ولا معناها ما كانش في مستوى معناها التعهدات نتاعو، بل اكثر من شيء هذا في المده الاخرانيه شفنا كونه ولينا قاعدين نشكوا في كونه احنا الناس اللي قاعدين نتعاملوا معاهم مسؤولين ولا مش مسؤولين. اذا كان السيد رئيس الحكومه شكوا مسؤولين ولا مش مسؤولين، اذا كان السيد رئيس الحكومه يمضي على اتفاق وسيد وزير في رئاسه الحكومه هذه اللي هو وزير الصحه ما يعترفش بالاتفاق، وقتها احنا اتفاق شنو اللي صح عليه سي الحبيب الصيد و اتفاق صار ما بين سي الحبيب الصيد رئيس الحكومه والاخ الامين العام في خصوص فهمتني ولا الحل احلام تاع مشكله معناها صفاقس، الا انه بعد تالي ما راعنا معناها السيد وزير الصحه معناها بالنسبه ليه ما حبش يلتزم بالشيء هذا. تم براد فير اليوم، احنا بالنسبه لنا ما نحبوش نوصل لبراد فير. لا انا عملته براد فير، ما نحبوش توصلوا مع الوضع الحالي اليوم والواقع. احنا نعتبروا السلطه عامله ضدنا براد فير. احنا بالنسبه لنا نقول لك كونه الفصل الثاني من القانون العام للوظيفه العموميه عنده 5 سنين، وعندنا فهمتني ولا تقريبا 10 تواريخ، كل مره مش يخرج في الوقت الفلاني في الوقت الفلاني في الوقت الفلاني، الا انه ما فما حتى شيء. اعوان الصحه تو مش شمال للجنوب يغلي ويقول لك ايش بينا احنا فهمتني ولا هل انه معناها تونس والا ماناش تونس. سامحني معناتها السؤال المطروح اليوم شنو هو اولويه البلاد؟ أولوية البلاد هو الناس كل كاية يلزمها تلتزم بالقوانين ويلزمها تلتزم فهمتني ولا بالتوافق ويلزمها تلتزم بالحوار. هذيك أولويات، هذيك أخلاق. إيه؟ أخلاق. معطيني الأولويات في البلاد اليوم في وضع اقتصادي متردي مع أزمة سياسية خانقة، شنو هو الأولويات؟ الأولويات يلزم الاستقرار كنقابة. الأولويات يلزم الاستقرار، وهم لكني الاستقرار ما ينجمش يجيب يوم غضب وتحركات ووقفات احتجاجية وإضراب عام. عنده أسباب. عنده اسبابه. بالنسبه لنا احنا راهو فهمتني ولا كيما قال لك واخر ما عادش نجمو نزيدو نوخرو، ما عادش عندنا فهمتني ولا لا عاد حد حامل هالبلاد معناتها ووضعيتها، لا عاد حد حامل هالاميمه المجروحه اليوم معناتها. احنا بالنسبه لنا نحبوا نقعدوا نحبوا نجلسوا نحبوا نتحاوروا. احنا بالنسبه لنا مش هدف الاضراب، راهو اذا كان احنا وصلنا للاضراب راهو نتسموه فما فشل. هذا كلام نسمعوه في كل إضراب. هذا كلام نسمعوه في كل إضراب. سامحني نحب نسألك سؤال سي قاسم الزمني واسمح لي معناتها ماذا بيا يكون صدرك رحب للأسئلة اليوم اللي هي أسئلة رأي عام الحقيقة. في الأخر شكون اللي يتضر في الإضراب؟ معناتها هل هي سلطة الإشراف؟ هل هو الوزير اللي في بيروه ولا في كرهبته؟ وإلا الزوالي اللي مش باش يلقى طبيب وما ينجمش يداوي؟ هو شكون اللي باش يمشي في الساقين في عركتكم مع بعضكم؟ احنا ما نحبوش نعرف احنا نحبوا هذا الواقع. ما تقوليش نحب ولا نحب اليوم في وضعيه براد فير معركه. تعرف اعوان الصحه معناها في الظروف قاعدين يعيشوا. نعم شوف انت العدد نتاع البيرسونيل. نعم انا فهمتني ولا في عوض يخدموا 10 من الناس يخدموا زوج من الناس. هذا جزء من الحقيقه وبالتونسيون والاغلبيه نتاعهم يموت حتى قبل الانتهاء. هذا جزء من الحقيقه ولكن فما جزء اخر تنجم تحكيه سلطه الاشراف واللي مش ممثله اليوم في البلاتو، واسمح لي نكون لسان دفاع باسمها على الاقل في جزء من اللي نعرفه انا. فما برشا كركير، فما برشا غيابات، فما برشا فساد، وهذا زاد يلزمو يتقال. انت تحكي على الفساد، بالنسبه لنا احنا طالبنا بفتح ملفات الفساد. احنا بالنسبه لنا قاعدين نلاحظوا ونشوفوا وحاجه فهمتني ولا قطاع الصحه قاعد يتهرس وقاعد يتكسر وقاعد فهمتني ولا معناها شكون اللي يهرس فيه سيبقى. اذا كان احنا نخليه معناها الشيء فهمت الحبل على الغارب فيما يخص لابيسي، تعرف معناها النشاط الخاص التكميلي اذا كان يراقبوه اذا كان يشوفوا شنو الشيء اللي قاعد معناها شيء مهول. وضعي بعثناه ووثقناه وكتب ابنه وراسلنا فهمتني ولا سلطة الاشراف، الا انه ما فما حتى شيء. احنا نحبوهم من جمله الحوايج يفتحوا ملف الفساد، لانه ملف الفساد في وزاره الصحه العموميه شيء واضح للعيوب. فما امكانيه التراجع عن الاضراب من هنا لبعد غدوه والا الاضراب تقرر ولا رجعه فيه؟ لا لا بالنسبه لنا احنا اذا كان نلقى الطرف المقابل معناها
حوار، فما حوار وفما فهمتني ولا امكانيه كونه نجلس مع بعض ونلقاو حلول جديه. حلول لماذا الان؟ حلول للشيء اللي اتفقنا فيه. اعطيني شنو؟ احنا بالنسبه لنا الراي العام يعرف علاش باش تضربوا انتم. احنا بالنسبه لنا الاضراب راهو باش يبدا في بالك واخر ما تقريبا 10 مرات. الفصل الثاني من القانون العام للوظيفه العموميه كان مش يخرج في الرايد الرسمي وكان مش يتعرض في جلسه من الجلسات مجلس النواب الا انه معناها الشهيد شكر بن عيد وقتها معناها الوقوع الاستشهادي نتاعه وقتها ولات ما عادش اولويه واحنا سكتنا. كذلك كيف كيف المره الثانيه في وقت الشهيد وقبل وخيك لا بالحق معناها احنا بالنسبه لنا والله العظيم قرروا اضرابه تزير عمليه هاو نقول لك في 2006 وتنجم تزيد تستخبر على روحك نفس العمليه وقت احنا فهمتني ولا قررنا الاضراب وقتها وقت الاحداث نتاع سليمان شنو قلنا لكم لعاد نقرر حتى اضراب ها في جره اضراب وقت الاحداث نتاع سليمان شنو قلنا؟ قلنا احنا ناس وطنيين ولذلك بالنسبه لنا احنا الشيء نتاعنا مؤجل منذ سنوات معناها طويلة جدا. المطالب 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 نتاعنا بالنسبة لنا معناها الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية عنده 5 سنين من اللي تم إمضاؤه وعندنا 5 سنين واحنا نستناو فيه باش يرنوا وقداش المرة يعطوا شنو هو الامتيازات نتاعو؟ خلي الرأي العام يعرف. الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية معناها يعطي استثناءات لبعض القطاعات اللي هي برشا قطاعات تتمتع به على أساس لواش احنا نحبوا ناخذوا خاطر نخدموا في الليل نخدموا في النهار احنا بوقت الحرب ووقت الكوارث ووقت المشاكل تلقانا احنا لولين نخدموا فهمتني ولا كيف يبدا واحد عنده فهمتني ولا انفكسيون ما نقولوش لا اني ما نخدموش خاطر مش معناها مش نمرض احنا بالنسبه لنا رانا منحة الاخطر منحة التأمين احنا بالنسبه لنا فما زملائنا اسلاك اخرى تتمتع به واحنا ما نتمتعوش به. الفصل الثاني الفصل الثاني القانون العام للوظيفة العمومية هذايا من الاولويات كونه معناها يكون يتمتع به معناها عون الصحة وهما بالنسبة لهم وصلنا كونه أمضينا اتفاق والاتفاق عنده أكثر من 5 سنين وارتوى فهمتني ما تفعلش معناتها المطالبة بتفعيل القرار مش علاش فما أكسون تاع وكأنكم تعملوا في مزية كي تخدموا معناتها خاصة كي تجيو تحكيو لا 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 وحنا وقدينا وعملنا وفي الصف الاول وكل راهو سيكتور يجيني نفس المسألة احنا كيف نجيو وما ضربناش وقت الثورة وما ضربناش مش مزية لا لا مش مزيه هذيك بلادنا نخدموا فيها ونخدموا في ظروف انا نحس اللي كل واحد يجيني تقول عامل مزيه على البلاد يخدم احنا بالنسبه لنا رانا نمثلوا القواعد اذا كان القواعد معناها بالنسبه لهم هما يعتبروا فهمتني ولا كونه الناس اللي انتخبوهم والناس اللي فهمتني ولا معناها عطاوهم ثقتهم ما وصلوش باش يلبيوا لهم المطالب نتاعهم والناس هذوما يقارنوا يقارن بنظرائه في قطاعات اخرى اسمح لي نفهم الاضراب قلت قطاعي عام للصحه العموميه نهار 28 باش يشمل كل الحالات ناس كل في اضراب لا بالنسبه لنا احنا عندنا التراتيب نتاع الاضراب احنا الاستعجالي ما يضربش والانعاش يخدم والانعاش ما يضربش والصحه الحالات الحرجه الحالات الحرجه معناها كيف كيف وكذلك كيف كيف بالنسبه لنا كل سيرفيس كما نهار الاحد ايام الاحد عندنا ناس تخدم ديكارد الاقسام الكل كي تخدم كما نهار الاحد مثلا نهار الاحد يخدموا زوز في سيرفيس ولا ثلاثه تقعد كما هكاك احنا بالنسبه لنا ما نامنوش الا الحالات فهمتي ولا كما نقولوا الكونسلتاسيون والحالات اللي معناها تصبر واضح سي قاسم ديما السؤال يجي من الراي العام هو يقول لك انا عندي رونديفو ما صدقت ربي خذيته بالزهر جاي نهار 28 بمعنى اضراب مسكين الرجل هذاك سيرتو كان تلقاه زوالي ويعلم عليه ربي منين جاي هو بالحق منين تسلف الفلوس باش يجي عاد يعمل لك الكونسلتاسيون احنا المشكله كونه ما نتحملوش المسؤوليه باعتبار كونه يلزم يسال الانسان الا صح عن الغلطه وما لا تهربوش من المسؤوليه يتحمل المسؤوليه على امضى الاتفاق وبعد تالي معناها تراجع على الاتفاق نتاعه وبعد والا ماطل والا فهمتني ولا ما نفذش وبالنسبه لنا احنا راهو نبلغوا معناها قبل فهمتني ولا ب 10 ايام سلطة الاشراف قال احنا مش نعملوا اضراب وكذلك كيف كيف موجود في الصحافه والمكتوبه والمسموعه والمرئيه ونبلغوا المواطنين كونه فهمتني ولا فما اضراب نهار 28 وبالنسبه لنا احنا وقت نجي باش نعطيو رونديفو ما نعطيوش نهار 28 اضراب وكيف يجونا حالات سمحنا الطبه كيف... والفرمليه والاداريين ولا شكون؟ لا لا شكون المضربين؟ المضربين هم اعوان الصحه اعوان الصحة. الصحه هم كما هشام مثلا شبه طبي واداري وتقني وعمل معنى البحث عن شنل تام في المؤسسه لانه الطبيب ما ينجمش يخدم وحده اذا كان لا احنا بالنسبه لنا ماجسترومون وشكون يقيد وشكون يستقبل والفرملي والتكنيسيان دونك الطبيب لا احنا بالنسبه لنا الحالات الاستعجاليه مؤمنه بل مدعمه
ندعموا مثلا اذا كان نشوفوا اشكاليه نزيدوا ندعموا الناس في الاستعجالي وندعموا نهار الاخر وقتها تولي الناس كل تمشي لها الاستعجالي وتولي كل حالات استعجاليه معناتها تولي تدخل بعضها احنا نهار الاضراب احنا نهار الاضراب نعملوا تري اذا كان فما ناس حالتهم مستعجله والا هو من بعيد وكان وما بيجمش وكذا كل شيء هذاك نمشيو نعديو له في الاستعجالي هو في اليوم العادي في الخدمه ويقول لك الاستعجالي ماهوش استعجالي والتري مش قاعد يصير وحالات استعجاليه يخزروا لها ويبدا يتوجع على الكرسي يتلوى ويقولوا لا ماكش استعجالي فما بالك اذرا لا هذاك المشكله شكون لاهي بتشيش نهار العيد المشكله في العدد بتاع البرسونال اللي هو بالحق معناها اذا كان تجي تقارن وزاره الصحه وقت اللي يجي يمشي يتحل كلينيك تقول له هذا كراس الشروط وتلزمه بكراس الشروط تقول له هاو العدد نتاع المرضى نتاعك قداش هاو العدد نتاع الفرملية قداش عدد العمل قداش عدد لي تكنيسيا قداش عدد المرضى قداش عدد لي زباري قداش يلزمك تعمل الشيء هذا مش موجود عندنا قال لي انه القواعد نتاعكم النقابيه الكل مع الاضراب ومع تحقيق المطالب نتاعهم هشام مباركي الحقيقه موظف بمركز الصيانه الجهوي بسوسه ضد الاضراب علاش هشام ضد مرحبا بك بويك بارك الله فيك استضافة الحقيقة الإضراب هذا مش شخصيا مع احترامي للمؤسسة النقابية فهمتوا خيال مانيش مقتنع به مش مقتنع بها علاش؟ ها الراجل يقول لك وخر وخر ظهر البهيمو وظروف ما عادش تعجب واتفاقيات لا تنفذ. لا مش نقول لك علاش، أولا الوضع العام للبلاد والصراعات السياسية والمشاكل اللي موجودة في البلاد هذا من ناحية زاد عنده دور هام زاد ديما ميكرو المشاكل معناها الحكومه معناها زاد سنبدا سياسي تفهم فيها ولا المساله معناها مساله عاديه كانت نجم تتحل معناها صحيح توخرنا مساله نزيد نوسعوا بالنا ونوخروا فهمت كذا علاش الزوال يمشي فيها عشوائي مثلا نعطيك مثال لي رام سي قاسم سمع القول الجد يحبوا القاوم موعد لي رام يا سيدي ما نجمش اللي فات لي توا يا سيدي هو نوخروا اللي ضرب شنو المشكل هم ما عملوش الاضراب اما لكن نسمع منك انت كونه فهمتني ولا الشيء هذا يا خويا اعطيني فرصه يوم كذا ولا نعمل كذا اما لكن ما فهمهاش راهو معناها ناس ما لا انا اعتقد واسمح لي كان تقييم شخصي معناتها انه ما فهمهاش على خاطر وصلت الامور متعكره الى درجه طاحت حتى على الاخلاق وتسميع كلام ولغه واتهامات ووزير فاشل ومعناتها وصلتوا للمستوى هذا معناتها وسبان في وسائل الاعلام ما نحبوش نوصلوا لا وصلتوا واحنا نحبوا فهمتني ولا معناها خاطر كما يحكي الزميل اللي انت فما بعض الزملاء مش مقتنعين بالاضراب هو حق الاضراب معناها شرعي وحق الانسان اللي ما يحبش يعمل اضراب شرعي بالنسبه لنا احنا ما ناش باش نجيو للناس نقول له اعمل اضراب بس طيب احنا نرجعوا جوست بعد موجزه بال ما دي ساعه نكملوا الحوار في نقطه مهمه جدا القانون وانتم متشبثين بالقانون اعتقد انه القانون يقول انه المضرب ما يخلصش اذا كان غدوه الوزاره تقرر انه تخصم يوم عمل من كل المضربين شنو موقف النقابه شنو العاجز كيف وكذلك كافه على خطر عنا ترتيب بعد وكافة فهمتني ولا الاقسام هذا قال لك لا قال انا نحكي على اللي عنده رونديفو على اللي عنده كونسلتاسيون مش عنده موعد عمليه شنو عنده موعد عمليه هذا الكل مش باش يصير. اللي عنده موعد عملية بالنسبة لنا احنا راهو ديما وين يتقرر اضراب يقع تنسيق ما بين الإطار الطبي والإطار الشبه الطبي ويقع فهمتني ولا ديكالاج مثلا. مش صحيح اسمح لي. لا موجود. واسمح لي نقول لك جاوني حالات. جاوني حالات بعض الإضرابات نتاع القطاع الصحة خاصة في الجهات يجي يقول لك كان عندي موعد في الواحد برا اجري على موعد جديد توا. لا هذاك كي تبدا شو اللي عنده موعد 28 تو باش تحدد له موعد واحد اخر اوتوماتيك تي هو يعاود يجري ويلقى بيستونات وشوف وشوف تي هي في نهايته بعد اسبوع لا في نهايته بعد اسبوع لا احنا بالنسبه بعد اسبوع معناتها انا واسمح لي في هذا كان يجيني مواطن بعد اسبوع وما تحددلوش موعد كان عنده موعد 28 ماي وما تحددلوش موعد بعد اسبوع راهو انت تحمل مسؤوليه يحددوا له المواعيد لا انت تحمل المسؤوليه نحلوا مكتب في كل مستشفى على اساس فهمتي ولا ناخذوا كراسه ونشوفوا ان شاء الله يكون موجود الشيء طيب والراعي الاستعجاليين ما ينجمش يكون سامحني على خاطر بعد اسبوع ثم مواعيد اخرى موجوده بالضبط ديجا موجودين باش نهارتها هما ديجا فما اكتظاظ باش يعملوا يلزمكم على ليميت باش تاخذوا 10 ولا 15 ولا 20% زياده باش تنجموا تستوعبوا الضيقه اللي مصير لكم الفراغ نتاع النهار هكا ديما الاسبوع اللي بعد الاضراب نتعبوا برشا وهما اللي كانوا يضحيوا
نضحيوا على اساس بالنسبه لنا احنا خاطر ما نجمش نحبوا نعملوا الاضراب، الاضراب نلتجئوا له. واحنا بالنسبه لنا كيما قلت لك كيما قلت لك كي بيدها الدوله تعمل في ديبوا دي ميزير قطاع فهمتني ولا معناها تعاملوا بطريقه وقطاع اخر تعاملوا بطريقه اخرى. دوت فاسون فما ناس ضد الاضراب وفما ناس مع الاضراب اكيد كيما في كل اضراب. باش نختم معاك سي هشام مباركي وانت موظف بمركز الصيانه الجهوي بسوسه، انت ضد الاضراب وعامل حتى صفحه فيسبوك اليوم دخلوا عليها برشا 800 يظهر لي ولا 1200 اليوم موجودين. بارتاجيت انا ضد الاضراب. اي 1200 بارتاج في ظرف 24 ساعة. معناتها معاك من زملائك ضد الاضراب. المواطنين وبالعدد. وماشيين باش تخدموا على رواحكم نهار 28. مش ضروري بالزملاء نجم نلقاو مواطنين معناها من يا زملاء في قطاع الصحة. هو يحكي على زملاء معناتها. نجم حتى تجيو معناها باش نخدموا على رواحنا بصفة عادية خاطر نأمو معناها مركز هو الصيانة معناها باش نخدموا على رواحنا ومعناها. هو فما حرية الإضراب وحرية عدم الإضراب هذه حر معناها. حر أي واضح. باهي سألتك سؤال جوست قبل الأخبار جاوبني عليه اللي هو مسألتي إذا كان أنتم مع القانون وتنفيذ القانون، القانون التونسي يقول الإضراب يعني لا أجر، غدوة إذا كان يتقصوا الأجور نتاع يوم الإضراب هذا شنو موقف النقابة؟ جوست قبل ما تجاوبني خلي نعطي كلمة الختام زادا الأمنة حدوسي واللي هي طبيبة مساعدة استشفائية جامعية في طب الأسنان في دارها حتى اللحظة على الكونتراتو، هي طبيبة ولكن ما خدموهاش لليوم والإشكال مازال حاصل. كلمة الختام ليك. دونك احنا اليوم جينا الجوهرة فين باش نحاول نبلغوا صوتنا وبربي نختنم الفرصة مادام سي رضا وحدنا لهنا بسيفته نائب ماذا بيا نتوجه له ديريكتومون معناها احنا معش كان سمعت بالحكاية سمعتك كنت فت عليك سمعت دونك راهو اسمع مستمع وفي البوليتيكا دونك احنا طالبين حقنا فايت خاطر نحبوا نفعلوا قرار الانتداب نتاعنا نتوجه دونك بالمباشر بنداء شخصي لسيد السيد العادي وزير الصحة بربي نقول له يا سيد السيد الوزير بربي حل لنا هالموضوع هذا رانا فدينا راهو فما شكون معناها قاعدين بطالة في ديارنا عندنا عام تاكوتو دونك والنقص هذا يلزمو يتعوض ما فماش علاش. نحبوا نخدموا البلاد ديجا بينا نخدموا فيها اون طونكو دي ريزيدون توا نحبوا نخدموا اون طونكو دي اسيستون والبلاد هذيا ما تنجمش تنهض كيما ولادها. واضح ستون دو بيان هاو نايب الجهه موجود. حاول كيفاش سمعتك انت تبارك الله عليك. عايشك. عايشك. وسمعت الظروف ويمكن نتفاهم انه اذا كان فما شكايه يمكن الشكايه اللي صارت وقفت البرنامج الكل. الان سمعت اللي فما حكم حكم تاع من بنت سي سيغرين مش معناتها حتى لو بقى سي ما دام شكايه ووقفت والقرار خرج والمحكمه حقمت والوزاره عملت الوثيقه أنا اللي في الأيام القادمة يمكن حتى ما غير تدخلي أنه مفروض توجيهكم التسميات متاعكم أما من صلاحياتك تدخل سيدي لا مش ندخل غير أشوف يلزم نحترم الدولة، الدولة يلزم تقوم بالواجب متاعها فمش تدخل هذا إذا كان فما دولة متاع قانون فما دولة موجودة عملت مناظرة ومادام عملت المناظرة البيجي نتاع اللي نتاعكم راهو موجود 2015 راهو موجود دونك ما فماش علاش لا بتدخل بحد شيء هذا حق من حقوقك يلزم كل حد ياخذ حقه من غير تدخلات اما اني نوعدك مش نتدخل انا باش يسعوا وباش ما يخليوش الناس في الانتظار اما حق من حقوق ما غير تدخل هذا شاركته في المناظرة نجحتوا 10 الدولة عاملة البرنامج وعاملة الفلوس والاعتمادات نتاع ال على لي بوست هذوما فماش علاش اما اني مقتنعة اللي الحكم هو اللي كان وخر الاجراءات اذا كان فما مش يقول لك مش تطيح وتوا الدوله ولات خايفه كل حد يمشي مع الاجراءات ولا واحد ينجم هاي مشكله من المشاكل الجديده انه الاداره والدوله والكل ولا عاد واحد ينجم عنده جراه باش ياخذ قرار كل حد خايف يخاف من تطبيق القانون تطبيق القانون هك شفت تطبيق القانون فيه برشا فوائد وما عادش فما اجتهادات كل حد ولا ماذا به ما يتعدى مرحله لمرحله لما يبدا مهني من قدام ومن تحت نحترم القانون معناها ولا دونك بالنسبه لي يعني اذا كان الحكم صار بيت وما عادش فما مشكله الدوله عندها الميزانيه وما دام عملوا لي بوستك وحشتهم بهم وفارغين لي بوست حشتهم بهم دونك انا مقتنع اللي قدره الله في الايام القادمه هو اسمع اقوى فازه سيدي داشر في الدين في اطار البراد فير بين النقابه ووزاره الصحه والوزير بيدو الوزير يعينهم من 28 خاصة بالعلاقات راهي مانيش باش نضرب دونك لا انا نعرف اللي باش تجيني بعد غدوه في بوليتيكا مشكلتك مع النقابه معش مع الوزير شوف سيدي سامحني باش ندخل احنا في بلاد
عندنا شوف شوف الفكرة الجديدة كنا نيوكو باركوش الفكرة الجديدة شفتها برادو فاير اهي احنا مفروض النقابة عندها دور والوزارة عندها دور والناس كل نخدموا الحاجة برك مصلحة البلاد ومواصل المواطن علاش البرادو فاير احنا في حرب هل شفت الفكرة والوحدات ماذا بينا الناس الكل نحيو الأناء ومعاش خموا في أشخاصنا معاش خموا في كذا خموا في مصلحة المواطن ومصلحة البلاد وإذا كان نمشي وأنا نسمع في الأخ بكر عندي قناعة اللي النقابيين ولا الوزارة ولا المسؤولين كلهم حب البلاد موجود فما هكا شوية تشنج شوية كذا ننساو المصلحة العليا متاع البلاد ونقعدوا فك المشاكل الشخصية ياليت في المرحلة هذه البلاد ما تتحملش هاك تشوف في الوضع العام هاك تشوف في الناس كل مساكن المواطن العادي وقت اللي يجي يسمع كان أخبار سيئة كيفاش تحب ترجع تفاعل له البلاد هذه شوف الانتحارات شوف الوحدات شوف هذاك الكل مش مسيد والناس كل مسؤول عليه أي واحد يعمل أي كلمة يقولها في بلاصتها ولا مش في بلاصتها راهي عندها انعكاسات على الوضع العام وعلى المناخ العام دونك شويه معقول والله لا نشك نعرفهم اللي الحسن النيه موجود حتى كان فما مظلمه حتى فما كذا وسمحني نكلمك عن باش بالله هات نشوف لو كان انتم عملتوا اشاره حمر لو كان عملتوا بالله خنكر والله العظيم نفس المفعول والله العظيم نفس المفعول ونهاره تو تنسى جراب تو تنسى سمحني مش كنايب كمواطن ومن باب الواجب ومن باب المعقول والله نحبوا نعملوا يا ولدي نعم والله عقدنا هذه الدارية السوري ذا صادق قلنا نبتكروش السوري بأخرى باش يفهمونا العباد انت يا وفر بعد حساب نلوجوا 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 ناس باش تسمع اسمعني همش الاضرار مش تصير لكم انه الدعم المعنوي نتاع المواطن مش تخسروا وعطينا انتم تدافعوا يمكن على حق مشروع مش تخسروا الرأي العام ومش يجي ضدكم منه مجنات علاش ومنه فضي وسام على المرحلة هل تسمعني أنا من باب المعقول ومن باب كذا والله نفس والله نفس انتيش سير ذا متفقين انه ياكل والله نفس انتيش تعملوا شارع حمراء توقفوا ربع ساعة يا سيدي توقفوا درج كل نهار أسير إذا خير ما تعملونها أسير إذا المواطن ما يضرش في بالك اللي احنا مدين يدين لسلطة الأشراف يجي نلقاو حل في بالك اللي احنا نحبوا نحرقوا انتم ما خنكم نسمع فيكم عندنا تقريبا 5 سنين الحكايه رئيس الحكومه معاكم ومشاو في قراراتكم اصبروا شويه بضغط تعملوا درج كلها ولا درج في الاسبوع باش الناس ما تنساكمش وشان وتقعدوا عاملين ضغط بالطريقه هذه لا تخسروا المواطن ولا تضروا المواطن ولا تقعدوا انتم اسبوعين ولا نوصلوا كي نتحاوروا كيف نقعدوا مع بعضنا نقعدوا مع بعضنا نبدلوا الاشكال ونقربوا لبعضنا طيب نكلمك الحوار ما ينجمش يجي وقت الا فما لي ذراع وقت الا ما فماش احترام هو السؤال لي ذراع بطريق المقابل يسهالك في اتفاقيه وبعد تالي طيب تعتقد ان الاضراب ينجم يكون عنده نتيجه ايجابيه مستقبلا على القرارات معناتها كان اضربته سيبون كاو الوزير يقول لا سيضرب هاي نفذ لهم القرار بالنسبه لنا احنا بنهار كما قالك نهار ويتنسى الاضراب راهو معناها احنا وقت اللي نفشلوا نوصلوا للاضراب احنا ماذا بينا ما نعملوش طيب موقفكم من قطع الاجور ليوم الاضراب اذا كان يتم اتخاذه كتطبيق للقانون نتاع الدوله بالنسبه للقانون نتاع الدوله ما فماش قانون يقول لك واش قلت أنا مش مبين الحاجة الأولى كونه بالنسبة للإنسان المتسبب في الأضراب أنا وياك اختلفنا هو فما عنا قاضي أنا علاش ضربت على خاطرك أنت معناها عملت معك اتفاق وأنت ما نفذتش الاتفاق قضايا ولذلك الإنسان اللي ما نفذش الاتفاق هو اللي خلص الأضراب أما إذا كان أنا يثبت مش لا لا هذه حاجة الأولى الحاجة الثانية يقول لك ترافاي نوفي عمل غير موجز تأويل قانوني أي هو مش قلنا إحنا عملنا قضية عدلية بعثناها توا عامل تالي لمين العام المساعد المكلف بالشؤون القانونية بعث بالنزاعات بعث فهمتني ولا وعملنا قضية علاش؟ لأنه احنا في المستشفيات العمل ديما ينجز ما نسكروش ما نشدوش المفتاح ونقول لا العمل ديما ينجز بالنسبة لنا كيف تمشي للسبيطار تلقاه يخدم موقفك سي قاسم الزمني كي نهارتها ما تخدمش تاخذ فلوس معناتها عادي
عادي باعتبار كونه بالنسبه لي انا ما خدمتش انا مش انا متسبب. اذا كان انا بالحق متسبب. شدوا لك يديك ما هو انت اخترت. هو شدوا لي يديك يعملوا معايا اتفاق عنده خمس سنين وما ينفذوش. كلمه الختام ليك وانت ممثل النقابه اليوم. بارك الله فيك، نحب نشكركم على الاستضافه ونحب نتوجه للمواطنين على اساس بالنسبه لنا احنا راهو الاعوان اول حاجه راهم يدافعوا على مجانيه المرفق هذايا وعلى العموميه نتاعو باعتبار كونه بالنسبه لنا احنا فما عندنا نقص في الادويه، نقص في التجهيزات، نقص في عدد الاعوان. من جمله الاضراب نتاعنا من جمله النقاط هو فهمتني ولا الدفاع على عموميه المرفق. الحاجة الثانية إذا كان الأعوان تخدم في ظروف طيبة العون المواطن كيف يجي للمستشفى يلقى خدمات طيبة وخدمات معناها تلبي له الطموحات نتاعو. احنا بالنسبة لنا نحبوا فهمتني ولا مدين يدينا لسلطة الإشراف تفهمنا وتسمعنا وعلى أساس نلقاو حلول، واحنا ماهوش غاية في حد ذاته الإضراب، ماذا بينا ما نعملوش الإضراب ونعرفوا الظروف اللي تمر بها البلاد ونعرفوا شو ما وشو فماش، أما نحبوا الطرف المقابل يتصف بشوية جدية ويتحل بشوية مسؤولية ويجلس معانا ونشوفوا كيفاش نحلحلوا الأمور بتاعنا. واضح، شكرا ليك، بارك الله فيك. في انتظار أني ماذا بينا وجيرك الدعوة تجي تحكي مش على إضراب ولكن تجي تحكي على الظروف نتاع الخدمة والوضعية واستقبال المواطن والتهاون والوسخ والدنيا اللي ماهيش باهية بالكل في قطاع الصحة العمومية مقارنة بالقطاع الصحة الخاص اللي الحقيقة العبيد ولات تهرب له، معناتها اليوم صحة عمومية مجانية ساعة ماهاش موجودة، إلى جانب ذلك خدمات متردية جدا، معناتها في جملة في جملة نقول لك ايه. لا تنعملوا بلاتو كامل على مش مشكلة، أما في جملة نقول لك احنا طالبين من سلطة الإشراف على أساس كما قلت لك الكراسة الشروط اللي تعملوا للبريفي تطبقوا على راحة، تجيب كراس شروط الكلينيك تدخل له يلزمك، قداش عندك من فرش، قداش عندك من طبيب، هذا يطبقوا على راحة. والحاجة الثانية بالنسبة لنا احنا نحبوا فهمتني ولا فما دينار، فما دينار، سيرفيس شيريزي قداش يلزمه من عون، قداش يلزمه من ماتريال، سيرفيس ميديسين زاد كيف كيف، احنا بالنسبة لنا ونحبوا زاد كيف كيف على أساس ماذا بينا تبدا خريطة فهمتني ولا، لأنه فما مستشفيات تعرف الجمهورية كل كيف معنا تصب فيها السياسة الصحية بتاعنا يلزمها مراجعة. واحنا بالنسبة لنا حتى ضميرنا المهني يلزم مراجعة، يلزم مراجعة كل تبع بعض، وحتى الأجور والناس تمشي تخدم على روحها موجود ومش مبنكة في الجناين وفي موجود والسواقر بعدها شيء يوجع القلب وقت تلقى فرملي ولا طبيب ويعرف قيمة الصحة مبنك في قهوة في طنبك الدخان في الفيستا نتاعو ولا بالبلوزة البيضة هذيك اللي كان يتمنى نهار من نهارات يلبسها باش يكون ملائكة رحمة، يظل هذه ما عندها حتى احنا ما نتكلموش عليها ولا في هذه اخلاق وهذه ضمير. اما نحب نقول لك كونه بالنسبه لنا احنا نحب مراجعه نتكلموا عليه كنقابه مراجعه شامله للسياسه الصحيه لانه عندنا احنا البدائل نتاعنا. شكرا لك خاصه ما زمني ممثل النقابه. جوهره اف ام، جوهره اف ام، الدنيا وما فيها.